أعزائي طلاب مدرسة أورينت الافتراضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنتابع معكم سلسلة دروس مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي العلمي بالمنهاج الليبي. وهذا الدرس هو الدرس الثالث من الوحدة السابعة، وسنتحدث فيه عن أحد الطرق المستخدمة في تحديد التتابع في الجين، وسيكون مثال لدينا جين نباتي. طبعا أحد الطرق المستخدمة في تحديد التتابع في الجين هي طريقة الترحيل الكهربائي. كنا في الدرس السابق تحدثنا عن الترحيل الكهربائي، وقلنا أنه طريقة لفصل قطع من الـ DNA ذات أحجام مختلفة، وتستخدم هذه الطريقة لإعداد البصمة الوراثية، وتحدثنا عنها في الدرس السابق. وسنتحدث عن الطريقة التي يتم فيها الكشف عن تتابع القواعد أو الأسس في طول معين من الـ DNA في هذه الجلسة أو هذا الدرس. إذن يستخدم التفريد الكهربائي عند قراءة شفرة أحد الجينات أو جزء من الـ DNA، وهي عملية تسمى السلسلة أو تعرف بالسلسلة، أي تحديد التتابعات sequencing للـ DNA أو للشفرة الوراثية أو لترتيب الـ DNA الموجود على المادة الوراثية. سنتحدث بمراحل هذه الطريقة لتحديد تتابع في جين، وعلى سبيل المثال سنأخذ جين نباتي. في الخطوة الأولى تسحب خلايا أنسجة الورقة مثلا في محلول منظم، يعني محلول منظم بمعنى محلول موقي، يعني محلول لا تتغير فيه التركيب الكيميائي لمواد الـ DNA الموجودة لمادة الـ DNA في هذه الخلايا. يحدث ترسيب للـ DNA عندئذ الذي يتم غسله ويعاد تعليقه في صورة معلق في المحلول المنظم. إذن هذه أول خطوة، هي عملية سحق للحصول على المادة الوراثية بشكل راسب ضمن هذا المحلول، ثم يعاد بعد عملية فصله من هذا المحلول إلى المحلول المنظم مرة أخرى. الخطوة الثانية يضاف بادئ الـ DNA، والبادئ بالتعريف هو قطعة صغيرة أو قصيرة من الـ DNA طولها حوالي 20 قاعدة، لها شفرة مكملة لبداية الجين حيث يرتبط بها البادئ. إذن يضاف البادئ، والبادئ هو قطعة قصيرة من الـ DNA طولها بحدود 20 قاعدة، لها تكون دائما شفرة مكملة لبداية الجين المراد تحديد تتابعه. إذن لاحظين طول البادئ مقارنة بالجين المطلوب تحديد التتابع فيه. المرحلة الثالثة تضاف نكليوتيدات حرة للـ DNA والبادئ، أيضا تضاف أنزيمات، ويتم تصنيع نسخ متعددة من الجين كل منها مبتدئا عند البادئ. إذن نحتاج عدة نسخ للبادئ ويتم فصلها عن بقية الـ DNA في المزيج. إذن هذه الجين، وبالتالي بوجود البادئ ترتبط هذه النكليوتيدات بوجود أنزيمات الربط، وعندها تشكل نسخ مطابقة للجين المراد تحديد تسلسلي. المرحلة الرابعة تضاف نكليوتيدات حرة مرة ثانية، بعضها يكون قد حور بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى يتم ربط النكليوتيدة بإحدى الصبغات التي تومر عند تعرضها للضوء،
لون مختلف في كل قاعدة معلمة أو موسومة. الطريقة الثانية تختزل النيوكليوتيدة مرتين، بمعنى توقف هذه النيوكليوتيدة التفاعل، توقف هذه النيوكليوتيدة التفاعل عندما ترتبط بالدي ان اي النامي، وهذا الإيقاف يتم بمحض الصدفة. إذن وبالتالي نحصل على نيوكليوتيدات معلمة أو موسومة. المرحلة التي تليها يكون بالمحصلة لدينا العديد من نسخ الدي ان اي بأطوال مختلفة، كل منها تنتهي بقاعدة ذات وسم ملون يميزها. إذن سنحصل على قطع كما ملاحظين في الجدول أو في الشكل، قطع متباينة الطول بالنسبة للجين المتشكلة، ستكون نهاياتها موسومة بوسم يميزها. إذا كانت هناك قطع كافية من الدي ان اي فإن كل قطعة الجين ستكون موسومة أطوال إذن مختلفة بنفس عدد القواعد في الجين. الخطوة الثالثة، مزيج الأطوال المختلفة من الدي ان اي يتم سحبها على طول الأنبوب الشعرية بواسطة التفريد الكهربائي. إذن بدل ما تسحب على الهلامة في حالة الترحيل الكهربائي للكشف عن البصمة الوراثية، هنا عبر أنبوب شعري ولكن بنفس الآلية بالتفريد الكهربائي، أي بالتقاطة باتجاه القطب الموجب، وهذا يعتمد على أطواله. الأطوال الأقصر تكون طبعا حركتها أسرع، والأطول تكون حركتها أكثر بطئا. بالقرب من الطرف البعيد يشع على الأنبوب ضوء ليزري ويتم تسجيل لون الوسم لكل شريط أوتوماتيكيا. عند إجراء عملية الوسم هذه واستخدام الضوء الليزري في تسجيل الألوان لكل شريط، يقوم حاسوب بتسجيل تتابعات الألوان وتبعا لذلك القواعد المارة خلال النافذة. إذن إن كل نيوكليوتيد موسوم بصبغة معينة مختلفة عن الأخرى، وعند تشكل هذه النيوكليوتيدات في البادئ اعتمادا على الجين المطلوب تحديد التتابع فيها، تتشكل أجداد أو شدف أو أطوال مختلفة لهذه الجين، ولكن تختلف بنوع النيوكليوتيدات التي تكون موسومة. وعندها من خلال هذه الأطوال نستطيع تحديد تتابعات الألوان، ووفقا لذلك يكون تتابع القواعد المارة خلال النافذة. ستكون الأطوال الأقصر هي التي تصل أولا، وبذلك فإن هذه القواعد كانت أقرب إلى بداية الدي ان اي، وبالتالي نبدأ بتسلسل الدي ان اي بدءا من بدايته إلى نهايته. لذلك فإن التتابع الذي تعبر فيه القواعد النافذة يوافق تتابع القواعد في دي ان اي الجين المطلوب تحديد التتابع فيه. إذن موضوع استخدام الرحلان الكهربائي لتحديد التتابع في جين، هذه مجرد حقيقة واحدة من عدة طرائق يمكن من خلالها تحديد التتابع في الجين. لاحظنا في الشكل السابق أنه توضع نسخ متعددة من الجين بواسطة الماصة في جهاز تحليل التتابع الذاتي. سوف تظهر الشفرة الوراثية على الشاشة على شكل أسماء للنيوكليوتيدات التي تدخل في الجين الذي حدد التتابع فيه اعتمادا على هذه الطريقة. إذن نستعيد الخطوات ببساطة وبشكل سريع.
الخطوة الأولى هي الحصول على الجين، وذلك بسحق الخلايا ضمن محلول منظم حيث يترسب، ثم يؤخذ ويعاد تعليقه في محلول منظم بحيث نتخلص من كل أجزاء المتبقية من النسيج النباتي الذي حصلنا عليه من خلاله على الجين. يضاف شيئين إلى هذا المعلق، الأول هو بادئ الدي ان ايه، وهي كما قلنا قطعة قصيرة من الدي ان ايه لها شفرة مكملة لبداية الجين حكما، حيث يجب أن ترتبط بها، حيث يرتبط بها البادئ. النقطة الثانية تضاف كمية كبيرة من النوكليوتيدات الحرة للبادئ إضافة إلى الإنزيمات الربط، ويتم تصنيع نسخ متعددة من الجين كل منها مبتدئا عند البادئ، ويتم فصلها عن بقية الدي ان ايه في المزيج. الآن بعد المرة الأولى نضيف النوكليوتيدات حرة مرة أخرى، وهذه المرة نضيف كل النوكليوتيدات ولكن هذه تكون موسومة، وبالتالي عند إضافتها إلى المزيج سيتم ربط هذه النوكليوتيدات الموسومة واحد منها بنهاية الطرف الجين المتشكل، حيث ستعطي ومضة لمكان وجود هذه النوكليوتيد ضمن الجين المتشكل. قلنا أن إضافة هذه النوكليوتيدات الحرة الموسومة سيؤدي بالتالي إلى تكوين نسخ من الدي ان ايه بأطوال مختلفة، كل منها تنتهي بقاعدة ذات وسم ملون يميزها عن سابقاتها، سيتم ترحيلها عبر أنبوبة بواسطة أيضا الترحيل الكهربائي هذه الأنبوبة، وبالتالي المعلومات التي سنحصل عليها سيعالج برنامج موجود بالكمبيوتر، وبالتالي سيعطينا هذا الوسم كما ملاحظين في الشكل، كل بيت متشكل بنتيجة ومضة معينة للون معين يدل على نوكليوتيد معينة، فسيكون مثلا تسلسل الجين المدروس لدينا من نبات معين هي جوانين تيامين سيتوزين سيتوزين أدينين تيامين تيامين سيتوزين تيامين أدينوين أدينوين أدينين إلى آخره، وهذا يسمى السكيونس أو التتابع بالنسبة للنوكليوتيدات في جين معين. إذن هذا قد تعرفنا عليه بأنه البصمة الوراثية لـ DNA، فهذا يعتبر بمثابة تمرين حقيقة، إذا حصلنا على مظهر وراثي لوقع الدم عند مكان الجريمة يمكن مقارنتها ببصمات وراثية لسبعة متهمين، ومن خلال هذه البصمة الوراثية لنقطة الدم هذه يمكن مقارنتها مع البصمات الوراثية لسبع متهمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لو عملنا مقارنة سنلاحظ أن المتهم الذي انطبق عليه مكان الجريمة بأكثر من موقع هو المتهم رقم 3، وهو مطابق تماما، وبالتالي نستطيع أن نحدد المتهم من خلال البصمة الوراثية لوقعة الدم هذه عند مكان الجريمة، ونقول أن المتهم الذي
ثبتت عليه الجريمة هو المتهم رقم 3. إذن استخدام المظهر الوراثي أو البصمة الوراثية لأي بقايا أو لأثر لكائن حي مع البصمة الوراثية له، وبالتالي يستخدم في الكشف عن المجرم في هذه الحالات. ولذلك مخابر الجنائية تهتم حاليا بالبصمة الوراثية بالنسبة للمتهمين، وبذلك تقدم دليل تقريبا أو قاطع للمتهم في جريمة معينة.